أول وزارة التربية تسوي نشاطات موسيقى مسرح فنون تشكيلية، فكل واحد ياخذ الأماكن على اختياره، يعني أنت مثلا رياضي، أنت فنان، أنت مسرحي، أنت إذاعي. فأنا كنت وايد أحب الموسيقى بالبداية، كنت أحب الموسيقى كثير يعني. فمدرس الموسيقى كان اسمه غازي الشرقاوي، كان يقيب وايد، فخذانا المدرس ودانا الفنون التشكيلية الرسم. فمدرس الرسم قال لي أنت ليش رايح موسيقى؟ أنت ترسم زين يعني، عندك إيدك زينة رسم وتعرف ترسم. فمن هني بدايتي قمت يعني حبيت مادة الرسم وقمت أرسم. فنان تشكيلي مثل لاعب كرة القدم، يلعب كل الاتجاهات. فأنا شافني فنان قبرصي كان رئيس جمعية قبرص للفنون التشكيلية اسمه فانتوس، قال لي عادل أنت تصلح تكون ترسم التجريدية والتشكيلية والواقعية بعيد عنها شوية، اللي هي التراث ما التراث، والتراث بعدين تخصص يعني، على أساس أن الواحد لما يقعد يرسم مثلا عن البيئة الكويتية أو عن التراث لازم يكون متخصص فيه، لأن كل واحد يرسمها، أي إنسان يرسم البيئة إذا انطلب منه يرسم البيئة. أنا شاركت من بداية جمعية الفنون التشكيلية، دشيت الجمعية أنا في 1975، لكن بديت أرسم وأدش معارضهم في 1980. دشيت جميع معارض الجمعية ودشيت معارض مع مجموعات فنانين سووا لهم معارض بروحهم. سويت أنا 4 معارض حقي شخصية، وأما برا عرضت في يمكن دول الخليج كلها، عرضت في تونس، عرضت في المغرب، عرضت في الجزائر، شاركت في بلغاريا، شاركت في القاهرة، طبعا سويت أكثر من معرضين 3. هاي بالنسبة للمعارض اللي برا كذي. شركة من الشركات طلبت مني أن يسوون لوحة حق الأطفال، فقلت لهم ليش ما تسوون لوحة، نسوي أطول لوحة وندش جينيس، لأن أطول لوحة كانت طولها 15 متر 25 ياهل. أنا سويتها حوالي تقريبا 40 متر، وخذيت أطفال حوالي 40 طفل، فسويناها بالأفنيوز وخذت الجنس. الرسم عندي مثل أي واجب أسوي، لازم أرسم يوميا الصبح، أرسم إذا ما رسمت الصبح يمكن أي الظهر أرسم، بس أكثر أوقات اللي أرسم فيها الصبح. هو يعطيني طاقة، هو يعطيني يعني وبر أساس أني أشتغل فيه أكثر زين، وافتكر أشياء يعني أشياء جديدة، أزور معارض كثيرة عشان أبدي أنا أنتج من معارضي هذا، لأن الناس عرفتني أنا كفنان تشكيلي وكاتب. فمو معقولة أني أنا بوقف أو اعتزل أو شيء، لأن الفنان التشكيلي يمكن الوحيد، والشاعر والفنان التشكيلي ما يعتزل، لأنه هو مو يعني كرة مثلا يتعور ويقعد ويستريح. الفنان طول ما هو يعطي، طول ما هو يبذل، طول ما هو يشوف معارض ويزور معارض ويتعرف على العالم ويتعرف على الناس زين، يعطي أكثر ويجتهد أكثر.